مصلحة النصر في الجانب الأيمن. نجعي تمريرة باتجاه كريستيانو على الانطلاقة منتظرا المساندة، تأتي المساندة متأخرة على طول باتجاه غريب، فرصة للتسديد وبالتحديد انتظار الدون، الكرة بتوصل من كريستيانو، وصلت الكرة كريستيانو للتهديف، التغطية حضرت في الضوء، عادت الكرة لكريستيانو على الافتراق، المرور الأول الماضية، الآن يسدد كرة تصطد وتصل، كرة بترسل على طول، محاولة تسديد غط، يكسب النصر الكرة على طول باتجاه غريب، عبد الرحمن للخلف، كونان ماد، كرة بتوصل على طول لمصلحة كريستيانو، الطرف الثاني الكرة بتوصل على طول صانع هدف، الله 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 الله، نصر الدون، نصر الدون، نصر الدون، هكذا وبهذا الصوت سي، لمسة باتجاه غريب باتجاه الدون بيسدد، الله كالقمر لا يغيب مطلقا، اي والله هو كالقمر لا يغيب مطلقا بالاسم والنجعي وباخشوين وانسلمو، بالإضافة إلى الآن هجوم المساء، هل من ردة فعل من الوحدة؟ الكرة تصل على الكرة لأنه يعلم أن بالإمكان، كرة العالية وصلت إلى سامي، يمر أول وثارة كريستيانو، الضغط موجود من أوسكار دوارتي، تمريرة رائعة، فرصة للرابع، ماشا استثنائي، ومنها انطلق، منها انطلق بعرض المساء، كرة بتوصل على طول وبالعرض بزيادة بالنسبة للشباب، كرة ملعوبة هي كرتك، يتقدم، التغطية ظهرت في التوقيت، لكن ما زالت التحرك الآن، مران يتقدم للأمام، مران بتوصل للدول، الله لو اكملت الكرة بالطول على غريب، لم يفضل التهديف، فضل منح الكرة باتجاه غريب، لكن الكرة مرت سليمة، الرابعة بينما الآن فرصة، وعبد القدوس تحرك الآن وفرصة وخطيرة جدا، كرة بتوصل، الله من جديد، المرور الأول والثاني والتحرك والخطأ، ونصر كريستيانو سوبر ليدمر ويضرب ويقصف ويعصف ويسدد، الكرة بتمر، ليلة رهيبة، تحرك حاضر ومحاولة وفرصة، والخامس الكرة فيها تغطية، حرر النصر هجوميا للتقدم أكثر، ماشا بيحافظ على كرة مقطوعة في النهاية وسط، سلطان المساء كريستيانو رونالدو يتقدم ويضع الكرة، نعم نعم نعم، هيا بنا إلى السي رونالدو كريستيانو رونالدو، نعم، الجانب الأيمن محاولة، أمسية الشرائع مستمرة، نصراوية إذهالا وإبهارا، والكرة العالية بعيدة 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 في مباراة اليوم، كريستيانو يتقدم، السوبر السوبر، الأبهى، وهنا سعد بقير، سعد بقير ونواف العقيدي، رجعت على طول عند أمين الصعطوشي، يعدل على يساره أندرسون، أندرسون يعلي واحدة عالية في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها براس، عند عبد الله الخيبري على الأرض إلى أندرسون، تالشكا إلى كرة أمامية، محاولة عند جوستافو، غريب مع الكرة لتمريرة أمامية، وهنا المحاولة، رونالدو رونالدو رونالدو،
فرصة بتضيع على النصر هنا النور. لعبه بيتحرك قوة بدنية هائلة لسعد السلولي البينية حلوة لقلب مارو جونزاليس نزلت عند سعد بقير. هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة حلوة لسعد السلولي. سعد السلولي يلعب بينية غريب غريب لعرضية عالية من غريب 32 متر تقريبا وسعد بقير سعد بقير خبطت في الحيط. صديقي اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب يا لعيب يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب. وصلت عند سلطان الغنام فيها خطوره فيها خطوره فيها خطوره العرضيه فيها خطوره وعايز يعدي مرارة حلوه عند رونالدو. هنا رونالدو عرضيه من رونالدو ابو هني يلف العرضيه جوه المنطقه. رونالدو استلم هيئة للصيد اللي بيهيئها الى لويس جوستافو. جوستافو يلعب كرة رجع عند لويس جوستافو عرضية رونالدو يا مر يا لعيب يا لعيب يا لعيب من الجانب الأيسر العرضية عالية عالية إيباس طلع نزل في تاليسكا الخيبري إلى مران مران بينية حلوة لغريب غريب ديفيز إيباس إلى ركنيه ترجع إلى زكريا سامي بينية حلوة يا لعيب ولكن نواف العقيدي اللي أرسل عرضية عالية حلوة رونالدو براسه غريب يلعب كرة طويلة عالية تاليسكا استلم تاليسكا تاليسكا جوستافو إلى تاليسكا تاليسكا لعب الكرة لرونالدو رونالدو وسع رونالدو في تغييرين قادمين وبينية حلوة لعبد الفتاح آدم آدم وليصل لهدف تاني يصل لهدف تاني يا رب يلعب عرضية عالية مرور عدد من قدام رونالدو في الفار اكتسب ركعة ده إثناء الانذار. بص رونالدو بقى ساوى إيباسي تاليسكا روح النصر روح النصر روح النصر تعيد النصر إلى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي يلعب الكرة سعد بقير عالية ولكن هنا عالية من رونالدو براسه يطلع جلال الدين مشاريبوف يا ولد يا ولد على المراوغة لعرضية عالية جوه المنطقة كريستيانو بيحاول واقف على التنفيذ سعد بقير سعد بقير يا ولد يا سعد ولكن نواف العقيدي حلوة من سعد بقير ولكن ما وسع غريب وسع غريب وسع لعب رونالدو من مسافة بعيدة رونالدو يسدد رونالدو